اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل مع بعض في الاستابيليتي، وهناخد النهارده الراو سيرويس كرايتيريا، وهناخد الاناليسيز للكنترول سيستم، وهناخد ما يطلب من المثالين عشان نغطي الموضوع بالتفصيل. عموما هناخد ريفيو سريع. قلنا الكنترول سيستم ديزاين ريكويرمنت، انا عندي 3 ريكويرمنت اساسيين عشان اعمل اناليسيز وديزاين للكنترول سيستم. اول حاجه ترانزيانت ريسبونس، ودي اخدناها في فيديوهات سابقه. رقم 2 الاستابيليتي، رقم 3 الستيدي ستيت ايرور. النهارده هنكمل في الاستابيليتي عشان دي نقطه مهمه في الاناليسيز والديزاين للكنترول سيستم. عموما اخدنا ان الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن اللي هي واي على يو عباره عن ان ليها بسط ومقام. عموما المقام يطلق عليه الكاركترستيك ايكويشن اللي هو دي اوف اس، عباره عن بولينوميال عندي اوف اس، تمام؟ ده عباره عن كاركترستيك ايكويشن. باخد المقام اسويه بالزيرو اطلع قيم البولز. خلي بالك لما اخد المقام اسويه بالزيرو بطلع البولز بتاع ترانسفير فانكشن، لما اخد البسط اسويه بزيرو بطلع الزيروز بتاع ترانسفير فانكشن. انا بتكلم على كلوزد لوب سيستم. عموما بعد ما انا اخد المعادله او المقام ده بسويه بالزيرو بجيب الروتس. الروتس دي معناها الجذور او قيم اس اللي هتحل المعادله ان المقام يساوي زيرو. هطلع قيم الاس عندي دي يطلق عليها البولز بتاعت السيستم او الروتس بتاعت الكاركترستيك ايكويشن. عموما عندي الاس بلين زي ما قلنا قبل كده يتكون من الريال اللي هو سيجما والايماجيناري عندي اللي هو جي اوميجا. لو كانت الجذور تقع في الناحيه الشمال في الليفت هاند بلين بيبقى عندي السيستم ستيبل، تمام؟ عموما ولو الجذور وقعت عندي ناحيه اليمين في الرايت بلين يبقى عندي السيستم انستيبل. في منطقه في النص كده لو الجذور وقعت عليها اللي هو محور الجي اوميجا عندي يبقى السيستم يطلق عليه كريتيكال ستيبل عندي او مارجينالي ستيبل. عموما الستيبل سيستم قلنا قبل كده لو عندي سيستم بالشكل ده الفيد فورورد وعندي اليونيتي فيدباك عندي. عشان اجيب الكلوزد لوب هنا كنت بقول ايه؟ الفورورد على واحد عكس الاشاره تبقى زائد الجي في الاتش. عموما هخلص دي تطلع بالشكل اللي قدامك ده، او ممكن في طريقه ثانيه بسرعه تجيب الكلوزد لوب ازاي؟ لو عندك جي هنا والسيستم يونيتي فيدباك اعمل ايه؟ عشان اجيب الكلوزد لوب خلي بالك لازم يبقى يونيتي فيدباك ولازم الانبوت داخل على السامنج على طول. اعمل خطوه صغيره بسط الفورورد ينزل بسط للكلوزد لوب، مقام الفورورد عندي المقام اخده زي ما هو واجمع عليه البسط اوبن لوب. تاني لو عندي كلوزد لوب سيستم زي ده الجي اللي هي الفورورد عندي ترانسفير فانكشن انا عايز الكلوزد على طول، بدل ما اقعد اعوض في قوانين واخد وقت طويل ممكن اعملها بخطوه سهله. اخد البسط بتاع الفورورد انزله بسط للكلوزد، المقام بتاع الفورورد اخده مقام للكلوزد واجمع عليه زائد البسط اللي انا حصلت عليه من فوق زائد 3 زي ما انت شايف. المقام ده هاخده اسميه الكاركترستيك ايكويشن اللي هو الدي اوف اس، هاخد ده احلله. لما احلله هل عندي 3 قيم، الثلاث قيم هلقاها واقعين كلهم في الناحيه الشمال يبقى السيستم ده ستيبل. ده من ناحيه البولز من ناحيه موقع الجذور نفسها. وممكن احكم على السيستم ستيبل ولا لا ان انا اطبق هنا ستيب عندي على الكلوزد لوب ده واشوف الاوبوت. الاوبوت لو لقيته طلع عمل شويه اوسيليشن بعد كده استقر او حصل اخماد للاوسيليشن ده بعد فتره زمنيه معينه وهيستقر عندي، مش مهم هيستقر على كام، المهم هيستقر يبقى السيستم ده ستيبل لو انا طبقت كده يونت ستيب. او ممكن ما اطبقش يونت ستيب، ممكن اطبق امبلس. امبلس عندي المفروض السيستم الاوتبوت بتاعه يستقر عند زيرو. لو السيستم الاوتبوت استقر عند زيرو بعد فتره زمنيه معينه يبقى السيستم ده ستيبل. نروح للانستيبل سيستم، نفس السيستم بس انا غيرت الثابت اللي فوق خليته 7، نفس الفكره. يلا نجيب الكلوزد لوب اعمل ايه؟ البسط اللي هنا اخده هنا، مقام دي اخده هنا، اقول زائد البسط من فوق يبقى دي مباشره الناتج عندي. اعمل ايه؟ اخد المقام اسويه بالزيرو اطلع الجذور. بص الجذور عندي طلعت ايه؟ في جذرين كومبلكس كونجيجيت ناحيه اليمين اتخطوا الجي اوميجا اكسس ناحيه اليمين يبقى السيستم ده ماله؟ انستيب. لو انا رحت طبقت ستيب هنا على السيستم ده يونت ستيب وطلعت الاوتبوت هتلاقي يعمل شويه اوسيليشن. للاسف الاوسيليشن مش بيحصل له اخماد، ده بيزيد الامبليتيود بتاع الاوسيليشن اللي طالع بيزيد يبقى السيستم انستيبل. او لو انا طبقت يونت امبلس، خلي بالك يونت امبلس الار اوف اس يعني بتساوي واحد، واحد ده يونت امبلس، هتلقى السيستم بيعمل اوسيليشن حوالين الزيرو زي ما انت شايف كده والاوسيليشن عندي بيزيد الامبليتيود بتاعه.
وبالتالي السيستم انستيبل. اما الكريتيكال ستيبل سيستم او يطلق عليه مارجينالي ستيبل سيستم، نفس الترانسفير فانكشن، غيرت البسط خليته بسيت. ركز معايا كده، يبقى الكلوز لوب هاخد البسط انزله اهو، المقام انزله او زائد البسط، يبقى دي الكلوز. القاعده دي يتم تطبيقها في حاله اليونيتي فيدباك سيستم على الكلوز لوب. نروح مع بعض ناخد المقام نسويه بالزيرو، يبقى عندي المقام بيساوي الزيرو. لو حللت دي هتلقى عندي جذرين على الجي اوميجا اكسس وجذر ناحيه الشمال. لو عندي جذرين على الجي اوميجا اكسس وجذر ناحيه اليمين، السيستم انستيبل على طول، لان في جذر بيه ناحيه اليمين. لكن لو عندي مينيمم، عندي جذر على الجي اوميجا اكسس وباقي الجذور كلها ناحيه الشمال، يبقى السيستم ده يطلق عليه كريتيكال ستيبل سيستم او مارجينالي ستيبل سيستم. يبقى تاني، مينيمم عندي يبقى جذر واحد على الجي اوميجا اكسس والباقي كله على الشمال. طب لو باقي جذر ناحيه اليمين، يبقى السيستم انستيبل على طول، حتى لو كانت في جذور على الجي اوميجا اكسس او ما فيش، يبقى انستيبل. لكن هنا عندي جذرين على الجي اوميجا اكسس وكونجيجيت مترافقين وجذر ناحيه الشمال، يبقى ده اسمه كريتيكال ستيبل سيستم. لو انا طبقت عندي امبلس هنا، لو طبقت امبلس هيطلع الشكل اللي قدامك ده، بيعمل اوسيليشن حوالين الزيرو. لكن لما اطبق يونت ستيب هتلاقيه بيعمل اوسيليشن حوالين الواحد. اعتقد الموضوع سهل. نروح نشوف الطريقه بتاعتنا، الراوس هيرويدز كرايتيريا. بجيب الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن، قلنا ليها بسط ومقام. ادي الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن اهي، وادي الانبوت وادي الاوتبوت. لو انا خليتها في بلوك واحد، خلي بالك البلوك ده بيعبر عن كلوزد لوب، واسمي الجي هنا عباره عن جي كلوزد لوب. ليها بسط ومقام، انا هاخد المقام ده اسويه بالزيرو، يبقى الكاركترستيك عباره عن المقام بيساوي زيرو. خلي بالك دايما اعلى باور في المقام بتعبر عن عدد البولز بتاعت السيستم. لو عندي اس اس ان، يعني انا عندي ان بولز، ان بولز. هنروح نشوف ازاي اعمل التيبل. الراوس تيبل بعمله ازاي؟ باخد اعلى باور عندي بخليها على الشمال، وابتدي ارتب المعادله ترتيب تنازلي من ناحيه الباور. يبقى اول حاجه اخلي اعلى باور في اقصى الشمال، وابتدي ارتب المعادله ترتيب تنازلي من ناحيه الباور. كل المعاملات ناحيه الشمال، يعني ما ينفعش هنا يبقى يساوي كده وفي ثابت ناحيه اليمين، لازم كله يبقى ناحيه الشمال، واليمين يبقى زيرو بس. لو اي ترم مش موجود بحطه في ترتيبه واحط المعامل بتاعه زيرو. تاني، لو في اي ترم عندي مش موجود بحطه وبحط المعامل بتاعه بزيرو عشان ابتدي ارتب صح. يبقى هنا كل المعادله مترتبه، المعاملات كلها موجوده، ابتدي اعمل ايه؟ هبتدي باعلى باور اس اس ان، بكتبها كده، بعمل خط كده على الشمال اكتب اس اس ان، بنزل الباور واحد كل مره وهكذا لغايه ما اوصل اس تربيع اس اس واحد اس اس زيرو اخر باور. هاجي للمعادله، المعادله دي بحطها في اول صفين. ركز معايا كده، اجي عند اس اس ان المعامل بتاعها اي زيرو، احط هنا اي زيرو، اسيب المعامل اللي بعده اخد اللي بعده، يبقى احط اي 2 بعده، اسيب اللي بعده اخد اللي بعده احط اي 4 وهكذا. نيجي للمعادله الثانيه، نبدا بمين؟ انا خدت المعامل ده في الصف اللي فوق، يبقى ما اخدوش في الصف اللي تحت، اخد المعامل اللي بعده، يبقى ابدا باي 1، يبقى الصف اللي بعده ببدا باي 1، اسيب المعامل اللي بعده اخد المعامل اللي بعده، يبقى اي 3، اسيب اللي بعده اخد اللي بعده اي 5 وهكذا. هبتدي اجيب بي 1 هنا، خلاص كده المعادله المعاملات بتاعتها بحطها في اول صفين. اجي بي واحد اجيبها ازاي؟ ركز معايا كده، بفك المحدده لفوق منه بس باتجاه معاكس. انت دايما كنت تفك المحدده تقول ده في ده ناقص ده في ده، لا هفكها بالمقلوب. هقول اي واحد في اي 2 ناقص اي 0 في اي 3 على اي 1، يبقى تاني بي واحد بتساوي اي واحد في اي 2 ناقص اي 0 في اي 3 على اي 1، وانا كتبت لك القانون بتاعها هنا. تعال نجيب بي 2، بي 2 ازاي؟ دايما بثبت اول عمود، بثبت اول عمود افك ازاي؟ يبقى A1 في A4، بثبت أول عمود وأفك بالمقلوب، A1 في A4 ناقص A0 في A5، هقسمها على A1، ما تنساش بقسم على العنصر اللي هنا. يبقى تاني B2 بتساوي A1 في A4 ناقص A0 في A5 على A1، وأنا كتبت لك القانون بتاعها. طيب هجيب نفس النظام B3 وهكذا وأكمل، بس خلي بالك بشتغل على أول عمود، بثبت أول عمود معايا. يبقى B3 أهي كتبتها لك، هنا في C1، C1 أجيبها إزاي؟ بفكها بالمحددة اللي فوق منها، أقول كده B1 في A3 ناقص A1 في B2 على B1، يبقى تاني B1 في A3 ناقص A1 في B2 على B1، تمام؟ يبقى دي كام؟ C1، وانا كتبت لك القانون بتاعها. نروح ل C2، C2 بثبت ايه؟ دايما بثبت اول عمود، يبقى بشتغل على العمود الاول ده، خلي بالك بشتغل على العناصر اللي فوق منها، يبقى العمود الاول ده، يبقى اقول B1 في A5 ناقص A1 في B3 على B1، تمام؟ يبقى B1 في A5 ناقص A1 في B3 على B1، ادي عندي C2 كتبتها لك اهو، نفس النظام مع C3، هجيبها بنفس الطريقة العمود ده مع العمود اللي بعده هنا. وهكذا واكمل لغايه ما اوصل لمين؟ اس تربيع، هنا بجيب المعاملات بتاعتها. واس واحد هنا دايما هتلقى معاها عنصر واحد، يعني اس اس واحد دايما يبقى معاها عنصر واحد. ركز معايا كده، انا عايز اس اس زيرو، انا عايز المعامل اللي هنا، اجيبه ازاي؟ يلا كده نضرب المحدده اللي فوق منه، اي واحد في دي 2 ناقص
دي واحد في زيرو، طول ما العنصر ده فاضي يبقى زيرو، ما تحطش زيرو، لا ده معناه انه قيمته زيرو، لكن ما تحطش زيرو عشان في سبيشال كيسز ما بيحصلش تداخل معاك في القيم. يبقى اقول اي واحد في دي اتنين ناقص دي واحد في زيرو على اي واحد، ده العنصر ده هسميه اف واحد، هيطلع اي واحد في دي اتنين ناقص دي واحد في زيرو على اي واحد، تطلع بالقيمه دي زي ما انت شايف. بص كده زيرو في دي اتنين طارت، يبقى اي واحد دي اتنين على اي واحد يطلع بكام؟ بدي اتنين. هتلقى عندك اف واحد بتساوي دي اتنين. استخلص فيه من الكلام ده، لو في ترم هنا عايزه والمحدده لفوق منه، المحدده لفوق منه العمود الثاني بتاعها، هروح للعنصر ده تحت منه زيرو او تحت منه مفيش حاجه، يبقى العنصر ده طول ما تحت منه زيرو او تحت منه مفيش حاجه ما فكش المحدده دي، اخد العنصر ده سقطه تحت، يبقى اف واحد بيساوي دي اتنين. هيبان الكلام ده في الامثله. اروح لمثال واحد، هنا مديني ايه؟ الكاركترستيك ايكويشن. خلي بالك انا بشتغل على مقام الترانسفير فانكشن اللي هي الكلوزد لوب سيستم، بشتغل على مقام الكلوزد لوب سيستم، باكد تاني. يبقى مثال واحد مديني الكاركترستيك ايكويشن، هروح نحطها على طول في التيبل. يبقى عندي كل الباور موجوده مترتبه ترتيب تنازلي، كل الحدود ناحيه الشمال، المعادله في الشكل الصحيح ليها. هنبدا بالتيبل ازاي؟ باس اس 4. يبقى احط هنا اس اس 4، انزل بالباور تكعيب تربيع 1 اس اس 0، ناخد اول معامل بتاع اس اس 4 بكام؟ ب 1، اسيب اللي بعده اخد اللي بعده يبقى هنا 3، اسيب اللي بعده اخد اللي بعده يبقى ب5. نروح للصف الثاني، الصف الثاني انت خدت الواحد هنا، يبقى لا ما اخدوش، ابدا ب2. يبقى احط هنا 2، اسيب اللي بعده اخد اللي بعده يبقى 4. في حاجه ثاني؟ لا مفيش حاجه، ما تحطش هنا زي، سيبه زي ما هو، طول ما فيش تسيبه فاضي. هنبتدي نجيب العنصر اللي هنا، اجيبه ازاي؟ بفكه محدده في عكس الاتجاه، 2 في 3 ناقص 1 في 4 على 2، تطلع القيمة اللي هنا، أنا حسبتها لك أهو طلعت بواحد، أروح حاطط هنا واحد. يلا كده العنصر اللي بعده أجيبه إزاي؟ بثبت العمود الأول دايما، أقول 2 في 5 ناقص 1 في 0 على 2، تمام؟ يبقى 2 في 5 ناقص 1 في 0 على 2، يبقى عندي الناتج ده يطلع ب5، أروح حاطط هنا 5، تمام؟ العمود ده مع اللي بعده، اللي بعده فاضي، خلاص مفيش حاجة، أقف كده. يلا كده أنا عايز العنصر اللي هنا، العنصر اللي هنا هجيبه ازاي؟ بالمحدده اللي فوق منه، اقول كده 1 في 4 ناقص 2 في 5 اقسمه على 1، انا حسبت لك القيمه هنا طلعت بسالب 6، احط هنا سالب 6، في مشكله؟ يلا كده شايف المحدده دي؟ انا عايز العنصر اللي تحت هنا، يبقى افكه بالمحدده اللي فوق منه، اقول كده سالب 6 في 5 ناقص 1 في 0 على سالب 6، انا حسبتها لك هنا طلعت ب5، احطها هنا 5، لسه قايل لك طول ما العنصر ده انت عايزه فوق منه المحدده عندك، المحدده دي العمود الثاني منها، العمود الثاني منها، العنصر الاول بقيمه اللي تحت منه فاضي او زيرو، اسقط العنصر ده مباشره هنا، تمام؟ كده خلصت التيبل، ده اسمه الراوس تيبل، انا خلصته كده. اروح لاشارات اول عمود، ابص على اشارات اول عمود، تعال كده، الواحد اشارته موجبه، الاثنين اشارته موجبه، الواحد اشارته موجبه، السته اشارتها سالبه لان سالب 6، الخمسه عندي موجبه، عندي لو الاشارات كلها موجبه يبقى السيستم ستيبل، لو حصل تغيير في الاشاره يبقى السيستم انستيبل، وعدد مرات التغيير في الاشاره بيساوي عدد الجذور اللي موجوده ناحيه اليمين. يبقى لو الاشاره كلها موجبه ما حصلش فيها تغيير يبقى السيستم ستيبل، لو الاشاره حصل فيها تغيير يبقى السيستم انستيبل، وعدد مرات التغيير في الاشاره بيساوي عدد الجذور الموجوده في الرايت هاند سايد او الرايت هافي بلين، تمام؟ يبقى عندي بص كده، ده موجب حصلش تغيير، الموجب حصل تغيير بي سالب، ده اول تغيير، السالب بي موجب، ده التغيير الثاني، يبقى السيستم انستيبل عشان حصل فيه تغيير. عندي كام تغيير في الاشاره؟ تغييرين، اللي هو عدد الاسهم دي، عندي سهمين او اتنين تغير في الاشاره، بالتالي عندي اتنين جذر موجودين ناحيه اليمين، يبقى عندي السيستم انستيبل عشان في تغيير في الاشاره، عندي جذرين ناحيه اليمين، حلو قوي. هنا اس اس 4 صح؟ قلنا ده اعلى باور في المقام، معناه ان عندي كام جذر؟ اربع جذور، منهم اتنين ناحيه اليمين، يبقى كام جذر ناحيه الشمال؟ يبقى اتنين موجودين ناحيه الشمال في الليفت هاف بلين. ناخد مثال تاني عشان نثبت الموضوع، لو عندنا سيستم بالشكل اللي قدامك ده بيقول لي هات الراوس تيبل ويعمل تشيك للاستابيليتي، هات السيستم ستيبل ولا مش ستيبل، اعمل ايه؟ السيستم ده لازم اجيب الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن، قلنا ان هو يونيتي فيدباك، عايز تطبق القانون تقول هنا الفورورد جي على واحد عكس الاشاره، الجي اضربها في واحد تبقى جي، وطبق في القانون ده مفيش مشكله وطلعها، او ممكن مباشره البسط بتاع الترانسفير فانكشن دي 1000، يبقى بتاعت الكلوز لوب يبقى 1000، المقام ده اخده زي ما هو او الزائد البسط يديني الكلوز لوب عنه، هبتدي افك دي واخدها هي دي المقام، افكها كده واساويها بالزيرو، يبقى دي اسمها الكاركترستيك ايكويشن، افكها واساويها بالزيرو، دي اسمها الكاركترستيك ايكويشن. هنا المعادله ايه؟ اعلى باور تكعيب، يبقى عندي كام جذر؟ 3 جذور، ممكن انت تحللها بالاله،
او ممكن اعمل تشيك بالراوس تيب. ده كله انا بعمل اناليسز عندي. ركز معايا كده، يبقى هبدا باس تكعيب هنا على الشمال، اس تربيع، اس اس 1، اس اس 0. اعمل ايه بعد كده؟ معامل اس تكعيب بواحد، يبقى احط هنا واحد. اسيب الحد اللي بعده، اخد اللي بعده، يبقى ب 31. في حاجه تاني؟ لا. نيجي هنا ده كام؟ اخدت الواحد ناخد ال 10، يبقى تحت اخد ال 10، اسيب اللي بعده اخد اللي بعده اللي هو 1030. يبقى كده خلصنا، خلصنا المعاملات كلها في اول صفين. اعمل ايه؟ اس اس 1 دي اجيبها ازاي؟ او ال 10 في 31 ناقص 1 في 1030 على 10. انا حسبت لك القيمه طلعت بسالب 72، احط هنا سالب 72. نيجي للعنصر اللي هنا ده، هجيبه، اجيبه ازاي؟ افك المحدده اللي فوق منه، المحدده اللي فوق منه دي افكها. وانا قلت لك بص العمود الثاني، 1030 تحت منه مفيش حاجه، يبقى القيمه دي تبقى 1030. يبقى نعمل ايه؟ اضرب كده زي ما انا قلت واقسم على سالب 72، تطلع على طول 1030. يبقى احط هنا 1030. بس الموضوع سهل اهو، طبعا انت تفكها هتلاقيها 1030 في الاخر. تعال نحط الاشارات. موجب ال10 موجبه، دايما ببص على اول عمود، ال72 اشارتها سلبه، ال 1030 موجب. حصل تغيير يبقى السيستم ان ستيبل. كم تغيير؟ بص كده الموجب بقيت سالب والسالب بقيت موجب، في كم تغيير؟ 2. يبقى في كم جز ناحيه اليمين؟ في جزين في الرايت هاف بلين او الرايت هاند سايد، تمام، ناحيه اليمين للاس بلين. واصلا دي تكعيب، يعني عندي ثلاث جذور، يبقى في جذر واحد ناحيه الشمال، يبقى 2 ناحيه اليمين واحد ناحيه الشمال. وبكده انتهينا من فيديو النهارده الخاص بالاناليسيز. طبعا يستخدم برضو الراوس تيبل مش في طريقه الاناليسيز بس، لان الاناليسيز دي ممكن احلها بالماتلاب واجيب المعادله واجيب الجذور، مش ده هدف الراوس تيبل. هدفه اصح والاسمى ان هو بيستخدم في الديزاين، ان انا اعمل ديزاين للكنترول سيستم، وكمان في سبيشال كيسز، والكلام ده هناخده بالتفصيل في فيديوهات قادمه. طبعا ما تنسوش لايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا.